السلام عليكم، معاكم سيد من قناة أبداستك. النهاردة بنتكلم عن امتداد البرامج. يعني إيه امتدادات البرامج؟ يعني ده دلوقتي هضربلكم مثال بسيط جدا هيوضح الموضوع. أنا دلوقتي عندي سي دي، تمام؟ السي دي ديت عشان أشغلها لازم أجيب سي دي درايف أو مشغل سي دي. عندي دي في دي، لازم عشان أشغلها لازم أجيب مشغل دي في دي. امتدادات البرامج هي اللي بتعرفني الملف اللي عندي ده بيشتغل على أنهي برنامج. على سبيل المثال حاجات كثيره جدا انتوا عارفينها، يعني دوكيومنت مثلا ملف وورد، تمام، هنلاقي ان امتداده دوت دوك دي او سي، تمام، ده بيشتغل مع الاوفيس، ما ينفعش اروح افتحه باي برنامج تاني ولا مش هيفتح. البي دي اف ده اللي هو الادوبي اكروبات بيفتح مع برنامج البي دي اف اللي هو الادوبي، تمام. وبرامج كثيره جدا نفس الشيء، الاي اكس اي مثلا، الاي اكس اي ده برنامج تنفيذي للويندوز، لما ادوسه يسطب لي البرامج. الاي بي كي ده برنامج تنفيذي للاندرويد بيسطب لي برامج الاندرويد. خليكم معايا وهوضح لكم دلوقتي اهم الامتدادات اللي هتقابلها سواء على الكمبيوتر او على الموبايل، وتبقى عارف كل امتداد ايه اللي يقدر يشغله. وان شاء الله تستفيدوا جدا من حلقه النهارده، وخليكم معايا. مجموعه من الملفات المختلفه، كل ملف مختلف عن التاني وله برنامج تشغيل مختلف عن التاني وبيعمل وظيفه مختلفه خالص، تمام. عشان أأكد بالظبط على موضوع إزاي أعرف نوع الملف، لازم أظهر الإكستنشن بتاع الملف. أروح على قائمة فيو، تمام، في حاجة اسمها شو إكستنشن، تمام، هنا هو بيظهر على طول الدوت وراها الإكستنشن بتاع الملف. يعني أول ملف هتلاقي دوت إي إكس إي، وده ملف تنفيذي بيشتغل على الويندوز، يعني بيعمل إنستوليشن أو تركيب أو تنصيب للبرامج على الويندوز. تاني ملف الدوك دوت دي او سي اللي هو الوورد دوكيمنت. تالت ملف البي دي اف دوت بي دي اف بيشتغل على الادوبي اكروبات. ورابع ملف قدامنا اللي هو دوت اي بي كي، تمام، اهوت اللي هو بيشتغل على الاندرويد او محاكي الاندرويد، ده عباره عن ملف من ملفات الاندرويد اللي بتنصب برنامج يشتغل على محاكي الاندرويد او ممكن يشتغل مباشره على التليفون. ده كان مثال للملفات المختلفة وازاي اعرف الفروق ما بينهم، تمام. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، وياريت تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة مفيدة لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.